من المؤكد أن طريق التنمية سيؤدي إلى خسارة كبيرة لإيران بسبب أن إيران تعتبر العراق هو الرئة الاقتصادية التي تعتاش عليها منذ سقوط النظام السابق ولحد هذه اللحظة، وكلائها في العراق يزيدون من معاناة العراقيين من أجل أن تعيش إيران وتبقى اقتصادنا مرهون برضا أو عدم رضا إيران. لكن أنا أقول طريق التنمية حاليا أعتقد سيتم تنفيذه لسبب واحد، لأن الإطار السياسي حاليا ليست فقط قوة ولائية أو قوة تمتلك سلاح، لكن أنا أقول أيضا أصبحوا الآن أصحاب أموال، فيريد أيضا الحفاظ على أموالهم في حالة بقائهم فقط في السلطة. والكل يعلم بأن التيار الوطني الشيعي الذي أطلقه السيد مقتدى الصدر أصبح عقدة صعبة أمامهم، خاصة في الأخبار التي بدأت تتواتر بأن هناك تشكيل سيتم بين السيد مقتدى الصدر وبين السيد السوداني وبين قيادات التيار المدني في العراق.